اهلا بحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. لسه مكملين كلامنا مع الاستاذ علي ادريس المخرج الكبير اللي منورنا ومشرفنا في استوديو صباح الخير يا مصر. استاذ علي، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن علاقتك بمحمد هنيدي. محمد هنيدي فنان كوميدي على الشاشه وبره الشاشه كمان، فاعتقد ان هو من الناس من كتر الضحك احنا ممكن مثلا نعيد بدل مره 20 30 مره مثلا في مشهد واحد، لمجرد الناس جنبه مش قادره تمسك نفسها. لا بص، انا هقول لك على حاجه. هنيدي عنده يعني ده ربنا انعم عليه، يعني اولا بالقبول يعني انه مقبول، تاني حاجه انه دمه خفيف جدا جدا. يعني من اول ما تعرفت عليه لما دخل معهد السينما، هنيدي خريج معهد السينما، مش يعني عشان الناس تبقى عارفه يعني. فمن اول ما تقابلنا الكيمياء ركبت، يعني احنا بنقعد نضحك يعني زملكاويه بقى زي بعض كمان وبعدين بتحب بتشجع مصر، بنقول مفيش ولا اهلي ولا زمالك. الماتش فين النهارده؟ لا لا لا، كله مصري النهارده. وبعدين يعني بنحب تراث السينما القديم، يعني حافظين جمل من الافلام القديمه ومشاهد وحاجات كده، واحنا الاثنين من عشاق نجيب الريحاني. وبنقعد بقى في الكافيتيريا وبتاع وكده، انت عارف معهد السينما اصله دراسه لطيفه، يعني انت بتدرس فن فما عندكش الضغوط اللي هي كده. فانا وهنيدي التقينا في الحته دي. وبعدين انا كنت بحضر مسلسل اسمه البخيل وانا، بطوله الاستاذ فريد شوقي، انا قلت يعني اخراج الاستاذ حسين عماره، وكنا بندور على حد يلعب دور اخو الممثله فاطمه الكاشف وابن الاستاذ حسن مصطفى وامل ابراهيم. قلت لهم انا اعرف ولد كويس. هنيدي كان بيمثل في مسرح الجامعه وكان بيعمل مسرحيه، بيشتغل مسرحيات في مسرح الدوله، حاجه يعني ما اعرفش، اعتقد الدكتور زعتر كان برضو حد رشحه معانا كده وبتاع، فقالوا لي هاتوا. فقابلته بيهم وقد كان يعني عمل الدور وربنا كرمه يعني، وطلعت وجهه نظري في محلها يعني. الحمد لله فرحت يعني ان انا يعني قلت اختيار كان موفق، قلت ده ممثل شاطر، فيعني ربنا ما خذلنيش يعني. هو الحمد لله دلوقتي يعني نجاحات عظيمه يعني.